بصفتي رئيسا للجنة الإشرافية على سلامة الانتخاب في محافظة المحرق، يسعدني أن أعلن نتيجة انتخاب عضوية المجلس النيابي والمجلس البلدي للدور الثاني في هذه المحافظة، وذلك بعد استلام جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية والعامة والخارجية. وبعد مراجعتها تبين الآتي: أولاً، الانتخابات النيابية الدائرة الأولى، وفيها حصل المرشح عصام السيد إسماعيل محمد العلوي على 3423 صوت، محمد رفيق قاري محمد سعيد الحسيني وحصل على 5247 صوت، وعليه تقرر فوز المرشح محمد رفيق قاري محمد سعيد الحسيني بعد حصوله على أغلبية الأصوات عن هذه الدائرة. الدائرة الثانية، وفيها حصل المرشح إبراهيم خالد إبراهيم النفيعي على 1908 أصوات، حمد فاروق حسن أحمد الدوي وحصل على 2151 صوتاً، وعليه تقرر فوز المرشح حمد فاروق حسن أحمد الدوي بعد حصوله على أغلبية الأصوات عن هذه الدائرة. الدائرة الثالثة، وفيها حصل المرشح عبد الكريم إبراهيم عبد الكريم محمد العمادي على 1996 صوت، محمد جاسم راشد العليوي وحصل على 2143 صوت، وعليه تقرر فوز المرشح محمد جاسم راشد العليوي بعد حصوله على أغلبية الأصوات عن هذه الدائرة. الدائرة الرابعة، وفيها حصل المرشح هشام عبد العزيز محمد يوسف حسين العوضي على 2437 صوت، علي حسن جاسم عبد الله جاسم وحصل على 1605 أصوات، وعليه تقرر فوز المرشح هشام عبد العزيز محمد يوسف حسين العوضي بعد حصوله على أغلبية الأصوات عن هذه الدائرة. الدائرة الخامسة، وفيها حصل المرشح خالد صالح أحمد بوعنق على 7999 صوت، أحمد محمد حسن محمد بوهزاع وحصل على 4293 صوت، وعليه تقرر فوز المرشح خالد صالح أحمد بوعنق بعد حصوله على أغلبية الأصوات عن هذه الدائرة. الدائرة السابعة، وفيها حصل المرشح عثمان محمد شريف الرئيس على 4339 صوت، عبد الله حسن عبد الله راشد الضاعن وحصل على 5017 صوت، وعليه تقرر فوز المرشح عبد الله حسن عبد الله راشد الضاعن بعد حصوله على أغلبية الأصوات عن هذه الدائرة.